انسحاب التيار الصدري نقدر نقول أنه فتح نافذة في جبل الجليد اللي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، نتائج اللاتوازن اللي أفرزها اللاستقرار. فشلون فتح نافذة؟ أولا أعطى فرصة للإطار أن يطرح نفسه بديلا، وبنفس الوقت خلقت معارضة مجتمعية قد تكون أمضى من المعارضة البرلمانية، وكذلك أعاد رسم التحالفات من جديد. حلفاء الصدر يرفضون الذهاب إلى المعارضة وما يشوفون مكانتهم في جانب المعارضة. ليش ما يردون يرحون للمعارضة؟ السيادة على سبيل المثال يعتقد أن المعارضة ما تحقق رغبات شارعهم وجمهورهم اللي هي النازحين وإعمار المدن واستعادة المكانة السياسية للمكون الاجتماعي. تتطلب أن يكون لك دور وحضور بمجلس الوزراء ودوائر الدولة وإلى آخره. مجلس النواب ما يحقق اللي حقق الموقع التنفيذي، والدليل أن النائب بمستوى وزير لكنه يطمح ويسعى لأن يكون وزير. الكرد مثلا يقول لك أنا أريد أكون شريك بالقرار التنفيذي. القرار التنفيذي يحتاج إلى حضور في المواقع. عندي أزمة موازنة وعندي صراع إدارات وعندي مشكلة نفط وغاز، وكذلك قرار المحكمة الاتحادية دمام ويدق فوق روسنا. لا كاكة حسب تعبيرهم، لا معارضة نا حكومة بلي. مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي الجديد بعض النواب استغلوا أو قول استثمروا، يمكن أفضل استثمروا عطلة الفصل التشريعي للذهاب إلى الحج والالتحاق بضيوف الرحمن في الأيام الأخيرة اللي تسبق الشروع بممارسة شعائر الحج المباركة. ليش قبل أيام؟ بس لأنهم نواب وأكيد راح يرجعون قبل الآخرين، لتنطبق عليهم المقولة اللي تقول آخر من يلتحق وأول من ينسحب. من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء، جلسة طارئة لأداء اليمين للنواب البدلاء. هسه ليش حطيناها بالمعلن مو بغير المعلن؟ بصراحة إلى الآن لا يوجد تأكيد على انعقاد الجلسة، واحتمال كبير ما تنعقد لأن الشغلة مرتبطة بالنصاب ومرتبطة بإجراءات استبدال المستقيلين. وزارة المالية أخطرت الوزارات كافة بإعداد قوائم بأسماء المتعاقدين مع الدولة، مع من مضى على عقودهم سنتين وأكثر، ودعت الوزارات إلى دقة المعلومات للإسراع بتسكينهم في سلم الملاك الحكومي الدائم. هذا هو المعلن في حلقة اليوم، أما غير المعلن فهو غير المعلن في حلقة هذا اليوم. الإطار يعطي للكرد مدة لتقريب وجهات النظر بينهم. الإطار يقول الكرد اتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية، وإذا ما اتفقتوا على مرشح لا تقولون العرب شقوا صفوفنا. منا للعيد لو تجون بمرشح، لو البرلمان هو اللي راح يكون فيصل في هذا الموضوع بسيناريو يشبه سيناريو 2018. غير المعلن أيضا أكو مجموعة محللين سياسيين زاروا السيد مسعود البارزاني للتباحث واستشراف موقف ما بعد انسحاب الصدر. رجعوا من هنالك بانطباع أن السيد البارزاني مع تشكيل حكومة جديدة في العراق وداعم لأي مسار قادر على تحقيق ذلك، والكرد ما راح يكونون هالمرة حجر عثرة في تشكيل الحكومة. نشوفكم بعد الفاصل. We'll be right back.
حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من الدكتور غالب الدعمي المحلل السياسي، وعلى أمل أن ينضم معنا أيضا الشيخ محمد الصيهود نائب عن دولة القانون. أرحب حضرتك دكتور غالب، وخليني أبدو وياك. مواقع كثيرة معروفة أنها مواقع للتيار الصدري على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنها تتحدث عن عزلة ذاهب إليها التيار، ويستشهدون بالآية الكريمة إذ أوى الفتية إلى الكهف. هل فعلا سيد الدعمي أنه التيار الصدري اختار العزلة السياسية أم هي مناورة؟ تفضل. مساء الخير عليك، وتحياتي للشيخ محمد الصيهود والجمهور قناتكم الغراء. يعني اللي يضحي ب 35 او 75 او 73 نائبا، وربما يلحقها بالتنفيذيون، لا استبعد انه يعني يضع نفسه في عزله تامه، ولكن لا اتوقع ان هذه العزله ستستمر الى امد طويل. اللي يتابع مسيرة التيار الصدري من 2003 لغاية اليوم تلاحظ قراراته تتناسب مع المرحلة حسب الأحداث. إذا تشكلت الحكومة، وهي ستتشكل طبعا وفق المعطيات الحديثة الجديدة، وتم ترشيح رئيس الوزراء اللي باعتقادي سيكون غير متوقع وليس من الأسماء المطروحة، وربما سيكون له تأثير خارجي، ولكنه ليس قد يكون مجرب في مسؤوليات أدنى من الوزير من رئيس الوزراء، يعني قد يكون وزير سابق، هكذا أرى. أنت هذا هاي معلومة تحليل اللي تحدث به حضرتك؟ لا، يمكن ما قول معلومة، المهم لا دقيقة، ما يخالف بتقديري. البورصة مفتوحة وتاهت علينا الأسماء والتوقعات. أنت لمن تشير دكتور غالب؟ لمن تشير؟ سيش تخليه يصير والله ما استبعد، يعني الثمار دي أحرق الرجل، لأنه أنا أحترمه وأقدره حقيقة، أحترم الرجل هذا، ما أريد أحرق ورقته، لذلك خليها تمشي الأمور كما هي. سطينا ولو بس أقول لك في ملف سؤالك تيار صدري. التيار الصدري من النجف. يلا دلل زين. المهم وكان وزير سابق، ها؟ اذا شاف الحكومه الحاليه، اذا شاف الحكومه الحاليه، يعني احد المرشح ساخن، اذا شاف الحكومه الحاليه نجحت وادت برامجها الحقيقيه في خدمه الشعب، تاكد واخذها من عندي انا كمواطن، الجميع بما فيهم التيار الصدري سيقف خلف هذه الحكومة، لأننا بدأنا نشعر أننا في شوق وفي رغبة وفي أمنية أن نرى حكومة عراقية تستطيع جميل تقديم الخدمات للناس. جميل. وكل إنسان لا يدعم هذه الحكومة المقبلة إلى خدمة الناس، أنا علي أن نقف ضده. جميل. لكن إذا لم تخدم لا نطلع ضدها. الله على هذا الإيثار. ونغيرها، وخلي يقولون علينا جوكرية، خلي يقولون علينا من جماعة طحنون، خلي يقولون علينا ذيول، يقولون علينا ما أدري، براحتهم ما يهمنا. تسقط الحكومة من التيار، من جمهور الناس الآخرين اللي مثل حالي. زين. نعم. جميل جميل هذا. إذا نجحت، لا أستاذ أياد، الكل معها. خليني عد هاي النقطة. خليني أرحب بضيف الشيخ محمد الصيهود. نعم. شيخ محمد تحية لحضرتك. انت تسمع شقد ايثار جميل، يعني انت تسمع شقد تحمل اليوم الاطار مسؤولية جماعة بالتيار، والشارع يقول لك كل احنا نوقف ونصفق ونصطف اذا ما جاءت يعني حكومة حقيقية وفعلا مبدأها الخدمة. يعني هذا تعرف شلون التحدي راح يصير بالاطار سيد محمد؟ اولا اطار انه قد يكون التيار في محل المعارضة أو في محل الاصطفاف مع الشارع لانتقاد الحكومة. شيء آخر أنه الإطار أمام مسؤولية أن ينجح هذه المرة. هذه التحديات يدركها الإطار هذه المرة؟
لو مثل كل مرة شكل حكومة والله كريم هي تمشي بالتسابيج. شيخ محمد، شيخ الصيهود، انا ما جاي اسمع صوت. ما هسه الان تسمعني؟ على العموم شباب خلينا نعالج الصوت الحين ما اروح لي مره اخرى للسيد الدعمي. لكن سيد غالب خلي اسال هذا السؤال بمنطق السياسه، يعني كتله تعتبر الفائز الاول لديها هذا الحضور بمقاعد قرابه 73، لديها جمهور ينتظر من هاي الكتله اللي انتخبهم، تختار وتروح للعزله وتجي تصفق للي يسوي حكومه، شلون اقدر اقتنع بهذا الكلام؟ شلون شركائكم همين ممكن يقتنعون به؟ معترض على انسحاب التيار الصدري. شوف انا اذا تسالني اقول لك انا معترض اعتراض كبير على التيار الصدري، وتمنيت ان التيار الصدري يختار المعارض داخل البرلمان على الانسحاب، لان هو طرح ثلاثه رؤى في اخر خطبه للسيد سيد مقتدى صدر. نعم. قال انسحاب او معارضه او استقاله، هو ذهب للخيار الابعد. نعم. لكن انت شوفنا كتله مكونه من هذا العدد اللي ذكرته وينسحبون يقول لك روحوا شكل الحكومه وندعمكم اذا نجحتوا، يعني اكو ايثار اكثر من هذا؟ انا اسالك سؤال، اكو ايثار؟ اليوم احنا نتكلم بلغه الارقام، السائد بالاعلام يقولون النائب حتى يصوت سعره 5 مليارات دينار عراقي او 4 مليون دولار. فاذا انت تحسب يا سيد غالب في 4 مليون هم يطلع مبلغ كبير. سيد غالب يعني هم هسه انا ما اتدخل بالنوايا. لا اسمح لي، انا لكن اقول لك الاعلام يتكلم لكن أنا عن اسعار. اقدر استشرف والله لو تصير حكومه اشبه بحكومه اليابان من حيث الخدمات، ما ممكن التيار بهذه السهوله وبهذه المواقع اللي هي موجودة يتخلى وينعزل ويروح، يعني صعبة صعبة سيد غالب. لا لا لا، صعبة للذين يبحثون عن المناصب، ولكن سهلة للذي يبحث ما بعد المناصب. بس أنا ما أريد أطهر لك إياهم وزكيهم للتيار، لكن أمامي حالة واحدة، إنهم انسحبوا وتركوا الملعب وتركوا الجمل بما حمل لمن يريد يشكل الحكومه، لمن هو يطمح بهذه الحكومه. ما ادري شو خطابك يختلف سيد غالب، يعني انا اذا اشوف هسه المواقع التيار الصدري وفق خطابات بعض الشخصيات، التلويح بالمظاهرات، التلويح بالنزول للشارع، هسه ما ادري منو دا يحاول ايضا، هسه انا ما اتهم التيار الصدري، لكن هاي المحاولات بقطع مكتوبه للتظاهرات وساعه الصفر وكذا، اللي يشوف ذني كلهن ما يقدر يصدق انه التيار راح يقعد على صفحه ويحط ايديه شتافه هالشكل وما ويباوع على الحكومه ويصفق لها اذا نجحت. لا هو ما يقعد. خلينا نحكي بصراحه سيد، خلينا نحكي بصراحه سيد غالب، هذه سياسه. سيقعد التيار الصدري؟ خلينا من العواطف. من قال لك؟ اقول لك من قال لك سيجلس التيار الصدري على او ينزوي على جانب؟ لا انا لم اقول لك. ومن قال ايضا ان هذه البيجات وهذه القطع هي تعود للتيار الصدري؟ انا ما قلت تعود، هناك من يريد ان ينسبها للتيار الصدري قبل تشكيل حكومه او بعد تشكيل حكومه. بس اخدمك، لا هسه اخوك كثير من الناس يعملون بيجات وينسبوها، انا اليوم اقدر اطلع صورتك وانسب كلام لك، لكن من قال انك قلت هذا الكلام؟ اليوم التيار الصدري لو نعم. اعلن انه سينفذ او سيباشر بتظاهرات مع تشكيل الحكومه في بدايتها، تاكد الناس ستقف ضده، لان مو معقوله حكومه عمرها 3 أشهر لو شهرين انت تطلع تتظاهر ضدها وهي ما مشغله كل شيء. اكو منصب اكو انصاف، لكن متى ما بقي على مرورها سنه سنه ونص ورافقه فشل مو نجاح، لا التظاهرات تصبح حقا على كل عراقي يريد ان يغير. اذا مثلا على سبيل الفرض حتى انتقل السيد الصيهود ظهر على انسحابه فات شهرين وطلع الشارع، ما اقول طلع التيار الصدري، راح نلقى تأييد وانضمام ومشاركه من التيار اذا شهر شهرين وطلعوا مثلا مواطنين
في سبيل التظاهر. أنا عن نفسي لا أدعم أي تظاهرات قبل أن تمر حكومة عليها سنة بالأقل، أنا شخصيا. أها. أنا أما التيار الصدري هذا وجهة نظرهم هم يفكروا، وأعتقد أنهم لن يفعلوها ولن يدعموا أي تظاهرات قبل مرور وقت مناسب للحكومة. تمام، خلينا ننتقل للشيخ الصيهود، الشيخ محمد إذا كنت تسمعني الآن حياك الله ومرحبا بحضرتك. يعني نعم، ماذا إذا سمعت كل الكلام أو لا، لكن أكو إيثار هكذا يريد أن يوصل الدكتور الدعمي على أنه التيار الصدري في حال وجد حكومة حقيقية لخدمة الشارع ربما سيصفق لها أو سيدعمها، يعني هذا الإيثار ربما يحمل مسؤولية للإطار اللي رايح لتشكيل الحكومة، منا عليه أن يقدم خدمات، منا عليه أن يقلل من الأسباب التي تسبب نزول الشارع والمعارضة أو التيار الصدري، بالتالي الإطار مدرك لهذه الحقيقة وهذا التحدي. شكرا لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. لا أنا بصراحة ما سمعت كل الحديث اللي صار وآسف على الصوت شوية. نعم احنا اللي نتأسف. يعني حقيقة انه التحديات اللي تواجه البلد وتواجه العملية السياسية تحديات كبيرة وخطيرة جدا، ولا أريد أن أتحدث عن التحديات الخارجية، ولكني أريد أن أتحدث عن التحديات الداخلية المتمثلة بسوء الخدمات والتردي في المستوى المعاشي والبطالة المنتشرة بشكل كبير جدا. ولما نتحدث عن الخدمات في جميع مجالاتها، يعني في الكهرباء، الماء، المجاري، البنى التحتية، الشوارع، المستشفيات، المدارس، الجامعات، وهي كثيرة. طيب. وهذه تحديات كبيرة. طيب. ونحن مقدمين على تشكيل حكومة، وهذه الحكومة ليس من أجل أن يقال شكلنا حكومة، إنما يجب أن تكون هذه الحكومة بمستوى التحديات الداخلية اللي تحدثنا عنها اللي تواجه البلد. زين. أما أن تكون بهذا المستوى أو لا تكون. وبالتالي أنه تحدثت عن المتظاهرين، ومن حق الشعب العراقي أن يتظاهر، سواء كانت هذه التظاهرات سياسية أو أصحاب المطالب المشروعة السياسية تستخدم هذه المطالب المشروعة كذريعة للتظاهر. طيب. وإذا أردنا أن ننجح يجب أن هذه الذريعة يجب أن تنتهي. يعني لا يجب أن نأتي برئيس وزراء ووزراء هذا الوزير محسوب على هذه الكتلة. زين. ويجيب مدير المكتب هو الوزير ويتقاضى أموال. يعني أنا ما أدري شيخنا شلون الحديث عن هذه حكومة الخدمة، يعني الوزير ورئيس الوزراء كلهم يلبسون بدلة وينزلون للشارع بدلة عمل حتى نقول عليها خدمة، لو اللي راح يتحقق بالشارع ترى احنا نحتاج الى ثورة اصلاح اداري قبل يعني تقديم الخدمات. هو من اللي يعطل الخدمات؟ ترى مرات الوزير او الوزارة عندها رغبة، بس عم الخلل الاداري والروتين يعطل مرات تقديم الخدمة ويفسح المجال للفساد. عزيزي احنا اذا نريد نتحدث عن الخلل الاداري هذا يقودنا ان المحاصصة الحزبية والطائفية اوصلتنا الى هذا، لانها وصلت حتى الى مستوى الموظف البسيط لازم يكون من هذه الجهة. اذا ما خليتم السيد الصدري يشكل حكومة اغلبية ما تعتمد المحاصصة، اذا الاطار مدرك الى حقيقة ان المحاصصة سبب الخراب، ما خليتم السيد الصدري يشكل حكومة اغلبية بدون توافق. جيد 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 تمام هذا سؤالك جيد. هل تعتقد انه المشروع الذي طرح هو بعيد عن المحاصصة مثلا؟ يا مشروع يعني هل تنازل الكرد عن استحقاقاتهم؟ اعطيني مجال الأغلبية السياسية اللي تحدثت عنه. نعم. هل تعتقد ان الكرد تنازلوا عن استحقاقاتهم؟ هل تعتقد عن انه السنة تنازلوا عن استحقاقاتهم حتى نقول انه احنا الأغلبية السياسية؟ هل انه شروط الاغلبية السياسية اللي انت تتفضل بها هي موجودة؟ الاغلبية السياسية دائما تكون هذه الطريقة اللي طرحت ائتلافية، لكنه الائتلافية
تقتصر على مجموعة من الكتل السياسية، أما الأغلبية السياسية فهي غير متوفرة. وأنت تعرف حضرتك وحتى السيد عبار الحكيم المالكي والسيد عبار الحكيم طلعوا هذا المشروع، طيب، مشروع الأغلبية السياسية، ولكنه طالما هو غير متوفر في شروطه فبالنتيجة، طيب، أنه هو فاشل. اللي انطرح السيناريو اللي انطرح واللي سمي الأغلبية السياسية هو أيضا محاصصة، يعني لأنه الباقي الكتل هي ما تنازلت عن استحقاقاتها، ما قالت يابا أنت يا رئيس الوزراء روح اختار وزير الخارجية بكيفك واختار الوزير الفلاني بكيفك، كل واحد أخذ استحقاقاته، فالمحاصصة زين موجودة. زين، المحاصصة تنتهي بالطريقة التالية، بطريقة أنه تختار رئيس الوزراء وأنت يا رئيس وزراء مخول أن تختار الوزراء بطريقتك الخاصة، وأنت تتحمل حتى النجاح وتتحمل الفشل. هذا هي اللي ينهي المحاصصة، مو العناوين. هذا اللي راح يعمل يعني عليه الإطار بهاي المرحلة شيخ محمد، يعني الإطار بس راح يجيب رئيس وزراء ويقول له عم فوت، لا لا أنت توكل بالله، لا 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 طبعا، لا 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 طبعا. ليش؟ لأنه أنت معك شركاء وشركاء هم استحقاقاتهم، ولذلك لا يمكن أن ننتهي من موضوع المحاصصة. ولكنه أنا أقول ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لكل الكتل السياسية، طيب، لأنه بعد شنو الذريعة اللي يقولوها اليوم؟ البلد يمر بظرف صعب وبتحديات خطيرة، أكو ناس ميتة من الجوع، أكو مناطق بائسة، والله انا جاي اطلع هنا في بغداد، سعوفك المحافظات في بغداد مناطق بائسة مدمرة، تريد لها مي ماكو، تريد لها شارع مبلط ماكو. فاذا احنا نبقى نفكر انه والله كون نشكل حكومة بهذه الطريقة او بتلك، بالتوافقية او بالاغلبية، وطالما انه هي ما تتحقق اللي يريد الشعب العراقي، فشنو الفائدة من عندها؟ جيد. خلي انتقل للسيد الدعمي. دكتور غالب، بس أنت رجل أكاديمي، يعني قد تكون عندك نظرة أبعد من نظرة السياسي نفسه في تحليل الأشياء، بالتالي أنا أسأل، يعني إحنا ليش نلوم التيار الصدري على انسحابه؟ ليش ما أكو قضية فسلجية ربما في تكوين التيار الصدري تتعلق أنه هذا التيار سلوكه نهجه تعاطيه وتعامله لا يستطيع الخروج من دائرة المعارضة؟ حتى رموزه أيضا كانت هي رموز تجد نفسها في المعارضة أكثر ما تجد نفسها بالسلطة. ربما الإطار من وجد نفسه ذاهب إلى أن يكون هو السلطة، تراجع خطوة إلى الوراء، لأنه الجمهور والمنهجية والسلوك كلها تعتمد سلوك المعارضة. بس ما أعرف إيش قد تتفق معي أو تختلف في هذا الطرح. لا أتفق. زين، برنامجك معلن. عنوانه غير المعلن وبي معلن. المعلن من انسحاب التيار الصدري قبل الانتخابات وبعد الانتخابات لغاية انسحابه، هناك ضغط إعلامي كبير جدا على التيار الصدري وشركائه اللي مزمع كان تشكيل حكومة معهم أغلبية ولم يستطيعوا جميعا، ضغط كبير واتهامات خطيرة، نعم، مدمرة قاتلة غير لم تكن رحيمة. هذا المعلن. أيضا من المعلن أنه يريد أن ينجي نفسه وتياره من تهم الفساد وغيرها، ويترك الحكومة لجهة أخرى تقول نحن المصلحون، وسلم الجمل كما أقول دائما بما حمل لجهة سياسية، قال لهم خذوا الحكومة كلها وعليكم أن تتحملوا فشلها ونجاحها، إن نجحتم أهلا وسهلا وإن فشلتم لنا قول. أما غير المعلن، أنا بتقديري هناك خفايا ربما لا تقل أهمية من المعلن اللي جعلت التيار الصدري أن يبتعد، اللي هي على الرغم من الأسى. لا أسى أنا ما أقدر أتكلم بها. يا سيد غالب، إحنا ترى مو فيلم تشويقي، يعني مصادري، إحنا نريد اليوم أكو جملة، ولم شوف ولم هو هذا البرنامج هو أصلا قائم على أنه غير المعلن نقوله، فتوصل غير المعلن وتسكت. أرجوك شوف أستاذ إياد. نعم، شوف، من عند انسحاب التيار الصدري اليوم لم أتواصل، أو حتى قبل انسحابه قليل التواصل مع شخصيات التيار الصدري، ولكن متفق معهم جملة وتفصيلا في المبدأ من حيث الأغلبية، ومختلف مع من يدعي من يريد التوافقية. ولليوم
أنا أقول لك عبر قناتكم أنني مصاب بإحباط كبير، لأنه ما كنت أؤمن به في تشكيل الأغلبية، أغلبية تحكم وجهة أخرى قوية تراقب أيا كانت. بالمناسبة طرحي كان دائما وهنا عبر قناتكم أقول ليشكل الجهة الأخرى تشكل الأغلبية ويعارض التيار الصدري. وكم تمنيت لو أن قرار السيد مقتدى الصدور كان بالأغلبية في المعارضة وهو يحظى بأغلبية شعبية، وبالتالي يمسك الحسنين كما يقال، يمسك المعارضة الشعبية والمعارضة البرلمانية، لكنه ذهب ولا سلطة لدينا ولا رأي لمن لا يطاع في هذا الجانب. وبالتالي دكتور، أولا خليني أراهن على صراحتك. والسؤال يحتاج إلى جرأة في الإجابة، وأنت تمتلك هذه الجرأة بكل تأكيد. أنت قبل قليل قلت وأكدت على أنه أنت شخصيا ضد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية وسحب النواب. السؤال، شقد من قيادات التيار يتفقون مع رؤيتك أنهم ضد أو غير متفقين مع عملية الانسحاب، أو غلبوا الطاعة على قناعتهم؟ بصراحة أرجوك. خلي أجيبك بطريقة لا تحرج الآخرين. أن نواب التيار الصدري وقادة التيار الصدري مطيعون لأمر السيد مقتدى الصدر. طيب ما نختلف بيها هاي، احنا نقول غلبوا الطاعة على القناعة. انا قلت لك جواب لا ادخل بالتفاصيل. صار واضح على انه هنالك غير مقتنعين لكنهم مطيعين، فبالتالي قدموا الطاعة على القناعة. لا انا قلت لك مطيعون، ما قلت لك غير مقتنعين. جيد، احنا سهمنا نطيل مجال هم نحلل. مقتنعون ولم اقل انهم، عفوا قلت مطيعون وليس ولم اقل غير مطيعين. احنا هم قلنا مطيعين، اكو فارق. قلنا مطيعين وغلبوا القناعة، الطاعة على القناعة. خليني انتقل دكتور الى الشيخ الصيهود. شيخنا تفسيرك واضح ماشي. شيخ محمد، انا اسال، يعني اكو مفردة اليوم قمنا نسمعها كثيرا في اجتماعات الاطار، في من يخرج يتحدث من الاطار على قضية التمثيل وليس المحاصصة. يعني شنو انه نسمح بالتمثيل الجميع لكن دون المحاصصة؟ انا ما فاهمها، لا تقدر جنابك توضح لنا اياها. عفوا شلون شنو يعني هناك من يتحدث على انه سنسمح بالتمثيل، الكل سيكون ممثلا لكن لا نقبل بالمحاصصه. ما ادري اذا تفكك لي موضوعه التمثيل عن المحاصصه ايش تختلف، انا ما اعرفها. يعني شويه كلمه مهذبه اكثر تهذيبا. هي يعني هو المعنى واحد. المعنى واحد. جيد. اكثر تهذيبا. بالتالي هذا هم راح يحملكم مسؤولية. ليش؟ لأن صار انطباع عند الشارع شيخنا. احنا تفضل كمل حديثك شيخ. آسف. منو يعني احنا التمثيل انه تتمثل جميع الكتل السياسية ان تشارك في الحكومة، وخيار المعارضة متروك للكتلة نفسها، اللي يريد يروح معارضة يروح، واللي يريد يشترك. مو قضية اقصائية. هذا ما يقصد بها التمثيل. ولكن هل انه كل الكتل السياسية ستسمح لرئيس الوزراء مرشح الكتلة الاكبر بان يختار وزراء؟ جواب لا. هل يسمحون الكرد؟ لا. هل يسمحون السنة؟ لا. بل هل يسمحون الشيعة نفسهم اللي هم استحقاقات اللي هم تقريبا 12 وزارة او ربما اكثر، هل يعطون مساحة لرئيس الوزراء في اختيار وزراء الشيعة مثلا؟ لا. فإذا القضية المحاصصة موجودة، احنا ما نقدر نطلع من عتها بشئنا او ابينا، واقع الحال. ولكن تقول لي يعني شنو الخيارات المطروحة امامك؟ انت عندك السيناريوهات اللي مطروحة سيناريوهين، اما ان نذهب باتجاه تشكيل الحكومة واما لا. وإذا ما نذهب بالتشكيل الحكومة فمعناها شنو؟ كون نحل البرلمان
وحل البرلمان يقودنا هو الآخر إلى سيناريوهات اثنين. نعم. واحد من عندهم أن نذهب إلى الفوضى. نعم. والثاني أن نذهب إلى انتخابات مبكرة. زين. فتصور لو خذينا هذا السيناريو الثاني للانتخابات المبكرة مثلا، احنا صار لنا 8 أشهر عدد اللي حاضرين بالانتخابات ما تجاوزوا 20%، الثقة اهتزت بالسياسيين، يعني شقد راح يحضرون بالانتخابات اللي المبكرة اللي راح تصير. نعم. في ظل قانون انتخابات اعترضت عليه حتى المحكمة الاتحادية، في ظل مفوضية انتخابات نسبة التزوير 100%، في ظل أجهزة اخترقت من قبل الداخل والخارج، في ظل حكومة لم تستطع أن توفر الحماية للانتخابات بل هي كانت جزء من عملية التزوير. إذا وين راح نقود نفسنا؟ وين راح نوصل إذا ذهبنا بالانتخابات المبكرة؟ وين نعم. راح نروح إذا ذهبنا باتجاه الفوضى؟ فإذا الخيار الأفضل نعم. أنه إحنا نذهب باتجاه تشكيل الحكومة. نعم. ويجب أن نسرع بها، تبقى أنه كيف راح تشكل الحكومة طريقتها، المحاصصة لا، المحاصصة موجودة وإن اختارينا مسميات، ولكن هذه المسميات هي بالنتيجة تحصيل حاصل هي المحاصصة. أنا جدا أكبر بك شيخ محمد، هذه الصراحة والوضوح العالي بالحديث، جدا أكبر بك هذه القضية. خلينا ننتقل للدكتور الدعامي. دكتور، أنت وغيرك من المحللين السياسيين ربما القريبين فكريا من توجهات التيار الصدري يتحدثون على أن الانسحاب التيار الصدري قراءة مبكرة لمعطيات قادمة في مرحلة قد تكون بها ضبابية أو سوداوية. السؤال، من جت هذه القراءة؟ شلون قدروا يستنتجون على أنه القادم أسوأ؟ خلينا حي الشيخ محمد الصيهود على صراحته أيضا، مو بس أنت، هم اسمح لي أشارك بتحيتي إليه. نعم. إنسان منصف. شكرا لك. وكلامه دائما عالجرح يعني، وحيا الله. شوف، إحنا نقول الله بحيه، الكلام كثير ايه؟ والتنبؤ كثير، وبعلي شيباني علمنا نتنبأ بالمستقبل، لكن خلي أيضا نعم. أشاطر الأخوة الذين يذهبون باتجاه المستقبل سيء. زين. بما أنه المدخلات، مدخلات العملية السياسية هذه نفسها لم تتغير لا بشخوصها ولا بزعاماتها ولا ببرامجها، إذن المخرجات ستكون نتيجة المدخلات، وهذه تكون عامل واضح. إحنا بالجامعة بالتعليم الجامعي أيه. إذا تجينا المدخلات جيدة تكون مخرجاتنا متميزة مع وجود عناصر أخرى، البيئة والتدريس وغيرها. نعم. فهنا أنا أشوف مدخلاتي نفسها يا أستاذ إياد نفسها ما بتغير، للمحاصصة تغيرت بس غيروها سموها تمثيل، وراح التيار الصدري صارت بيد الإطار. لعد شنو كانت أكو عند التيار الصدري؟ وصفة سحرية، أبو غازي فأقام غازي، عصا سحرية لتغيير والتعادل. الواقع دكتور غالب، لا ما يعني هاي المعطيات مال هذا الواقع العراقي. الصدري الشان السيد الصدر ماذا كان يحمل من وصفة سحرية تختلف، ممكن تقلب العراق بنسبة 180 درجة؟ شنو كانت هاي الوصفة؟ من قال لك إن الأغلبية التي كان يطمح بها التيار الصدري هي بها سحرية؟ أنا قلتها سابقا، قلت إذا الأدوات نفسها ومع الأغلبية السابقة ستفشل الأغلبية، لكن هناك صفة واحدة أنا مطمئن منها تماما ستحصل في حكومة الأغلبية، وهي إن هناك حكومة يعني تدرك هناك رقابة شديدة عليها، تراقبها وتحاسبها وتحسب حتى أنفاسها فقط، هذه كنت مقتنع بحصولها، بمعنى ان الاداء سيتحسن، ولكن ان بس تكون الحكومه تنجح. كانت المعطيات هم واضحه في بدايتها، المؤشرات سيد غالب ما اعطوا مجال للمعارضه، يعني لا اسمح لي انا، اسمح لي، رئاسه لجنه ما اعطوا للمعارضه اللي كان المفروض يمثلها التيار الاطار هاي بالبدايه. لا باسم لا خشان لا على موت كلمة بعدوه عن عن اللجنة، فبالتالي كانت هذه المؤشرات شلون أنا أقدر أثر؟ لا ما بعدوه باسم خشان، اسمح لي
باسم خشان قال لي ينتخبني اقص خشمه، وهذا الكلام موجه للسادة النواب. هو طلب عدم ان ينتخب احد، ولكن رئاسات اللجنه والشيخ يدري نعم لم ينتخبوا رئاسات، اختاروا الاكبر سنا ولاحقا ستوزع، هذه واضحه. للان لم ينتخبوا رؤساء اللجان، منتظرين التوزيع والمحاصصه فيما بينهم. واللي يقول لك ان المحاصصه ستغادر العراق مستحيل، ما دام موجود الكرد نفسهم والحلبوسي والخنجر والنجيفي والشيعه بشقيهم التيار والاطار، فلن تحصل في العراقي غير المحاصصه. اما اليوم تقول لي اني يا دكتور غالب الدعم يا مواطن يا غالب من هالناس نعم تتمنى النجاح للحكومه المقبله، اقول لك اتمنى. تتمنى ان تدعم من الناس، اتمنى، لكن هل التمني دائما يصيب؟ لا يصيب ابدا. لذلك ما اخشاه اني اعرف المخرجات المدخلات، اذا المخرجات واضحه. واضح واضح. شيخ الصيهود يعني فعلا كان الاطار او كان التيار قد اعطى للاطار طمانينه في قضيه او اطمئنان اكثر في وسائل الاعتراض اللي يقدمها او في ذهابه الى المعارضه، فعلا كانت هذه الطريقه اللي يتعامل بها التيار مع الاطار؟ اردت فقط ان اعقب على المقتطفات للحديث الذي ورد من قبل الاخ الدكتور الدعمي. نعم واقعا انا اعتقد يعني من وجهه نظري انه المشروعين هو في نهايته يختلف فقط في التسميه، الاغلبيه السياسيه والتوافقيه، فقط الاختلاف في التسميه. انما نعم. واقع الحال الفرق الاخر انه احده ما يريد ان يشكل الحكومه، فقط هذه هي تحت عنوان الاغلبيه السياسيه. تمام. والاطار التنسيقي كان يعني كان الاغلبيه السياسيه، كان التيار الصدري يريد ان تكون الكتله النيابيه الاكثر عددا متمثله بالتحالف الثلاثي. واحنا كانت اعتراضاتنا في هذه النقطه انه طالما لا نتدخل في اختيار رئيس الجمهوريه وهو شان خاص بالكل. نعم. وطالما لا نتدخل في رئيس البرلمان وهو شان خاص في السنه، فإذا يفترض أن الآخرين أيضا لا يتدخلون في موضوع الكتلة النيابية الأكثر عددا وفي رئاسة الوزراء. هذه النقطة المختلف عليها، لن نختلف على شخص رئيس الوزراء، لن نختلف نعم. على أمور أخرى بقدر لكن هو سيد الصدر منطرح فقط سيد جعفر أراد أن يستأنس برأيكم وكذلك طلب أيضا رأيكم في هذا الموضوع. تمام ونحن لم نرفض سيد جعفر نعم. اطلاقا، ولكننا قلنا للسيد اننا نريد ان نشكل الكتلة النيابية الاكثر عددا، بمعنى انه سيد جعفر لا يفترض ان يكون مرشح التحالف الثلاثي، انما مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا التي تتمثل بين التيار الصدر وبين الاطار التنسيقي نعم. وهذا ما حصل. نعم طيب وهذه هي النقطة نعم نعم ما جاوبتني لا. على موضوع السؤال انه اعطاكم تطمين التيار حينما كان موجودا ويدعو لحكومه الاغلبيه وكان الاطار في محل المعارضه، كانت هنالك فعلا تطمينات من التيار باتجاه ان تمضي المعارضه في تأدية دورها؟ لا، لم تكن القضيه بهذا الشكل عزيزي. اولا لا يمكن ان يكون في هذا المجال المعارضة فقط هو الإطار التنسيقي. فكيف ممكن يعني يكون معارضة؟ يعني على أساس مثلا أنه الكرد يشتركون جميعا والسنة يشتركون جميعا والتيار الصدري يمثل الشيعة، يمثل المكون الشيعي، والإطار التنسيقي نعم مرة أنه هو يكون كله بالمعارضة ومرة لا، نريد من عنده 40 نائب ويبقون 40 نائب، والمرحلة الثانية نريد من عنده 50 نائب، هذه مو معارضة سواء كان أعطيت أو لم تعطي، هذه طيب. أصلا يعني ما موجود هالشكل معارضة، إنما المعارضة والأغلبية السياسية عندما يكون جزء من الحزبين الكرديين وجزء من الحزبين السنيين طيب. أحدهما في المعارضة وآخر في
الحكومة ينطبق أيضا على الشيعة، وعند ذاك تمضي الأمور وتصبح فعلا معارضة قوية، وهذا ما نتمناه، ولكنه غير حاصل بمشروع الأغلبية السياسية. واضح دكتور غالب، يعني موضوعة التعويل على الشارع ونزول الشارع قد يكون سلاح ذو حدين، إذا ما كانت هنالك كتلة أو تيار داعم لهذا النزول ممكن تنزل الشارع، ممكن توقد شرارة ثورة معينة، لكن الصعب هو أنه تسيطر عليها أو أن تخمدها أو أن تسحب الناس اللي بالشارع، لذلك هذا سلاح ذو حدين. تعتقد أنه التيار ربما يحتاج للتفكير مليا في التعويل على ورقة الشارع؟ بس عندي تعقيب بسيط على ما ذكر الشيخ. نعم. فيما يخص المعارضة والتوافقية، كان العزم والتحالف والاتحاد مع الإطار والبارتي والسيادة مع التيار، بمعنى هناك معارضة شيعية كردية سنية وهناك توافقية سنية كردية شيعية، واحد يعني مع اثنين انه الشيعة او الاطار التنسيق لم يعترف، ما كان معارضة كما قال فقط اختلافهم على منصب رئيس الجمهورية، وكان يقبلهم السيد الصدر لو جايين هم وعزم، كانت الباب مو صدى فقط امام الاطار، كان ضمن التبعات استاذ اياد. استاذ الاتحاد الكردستاني اقرب للاطار من البارتي منذ زمن. النقطة الاخرى، الاطار التنسيقي تدخل في قضية الرؤساء، يعني هو كان عنده لاءات ثلاثة على رئيس الجمهورية والسيد برهم صالح وعلى السيد محمد الحلبوسي والسيد الكاظمي، ثلاث لاءات. اللاءة الأولى انكسرت والثانية على وشك والثالثة ننتظرها. يبقى فيما يخص بالعودة لسؤالك، الحقيقة التيار الصدري لا أعتقد أنه يشترك في انتخابات بعد مرور وقت مناسب، لأن تعرف أنت الجمهور هناك كتلة بشرية غير التيار وغير الإطار، هاي أكبر من الإطار والتيار. هؤلاء ينتظرون، هؤلاء هم الذين يحركون التيار، لكن هؤلاء غير منظمين في حين التيار منظم. إذا فشلت الحكومة، شوف هنا فقط في الفشل، هذا المبرر اللي شار للشيخ في الفشل، إذا استطاعت الحكومة إزالة هذا المبرر لن يخرج أحد للتظاهر إلا إذا الحكومة قمعت الناس، هذا لا بعد آخر. أما إذا نجحت الحكومة في الإعمار وفي البناء وفي الحريات، لا أعتقد لأي جهة كانت عندها مبرر أن تظهر على الحكومة. شوف الولايات المتحدة الأمريكية من تسقط الحكومات تلقى مبرر، تلقى فشل، هي ما أسقطت صدام حسين لو لم يكن ظالما ومجرما، لذلك العمل واحد. تمام، خليني أختم ويا الشيخ الصيهود. شيخنا يعني كشيوخ عشائر، كفعاليات مجتمعية، حضرتك شيخ عشيرة، يعني لماذا لم نشهد دورا لكم، يعني لست أنت المقصود بل شيوخ العشائر بصورة عامة الفعاليات المجتمعية، في إقناع الصدر بالعدول عن قرار انسحابه؟ ما كان أكو دور لهاي الفعاليات؟ فضل. فقط أنا أشير النقطة اللي ذكرها الأخ الدكتور دامين، نقطة مهمة جدا أنا تحدثت عنها وهو تحدث عنها. نعم. أنه أمام الإطار التنسيقي فرصة أنه يقنع الجمهور. أنا ما رأيت شيء، أنا كمواطن ما رأيت شيء، أنا رأيت خدمات. تمام. رأيت تحسن مستواي المعاشي، تلقاني فرصة عمل، فلوس عندنا، قبل كانت أزمة، الآن فلوس موجودة، بل عندنا فائض. تمام. فإذا حتى إذا أنا كتلة سياسية أريد أتظاهر أسقط الحكومة، أجي تحت هذه المبررات أنه ولا خدمات ماكو، مستمع معاش ماكو، بطالة إلى آخره. تمام. لكن عندما تنتهي هذه المبررات وتعالج، فبعد أنا الكتلة السياسية اللي أريد أسقط الحكومة شلون راح أقنع الجمهور وخليه يطلع؟ زين. ما راح يطلع. زين. فإذا أمام الإطار التنسيقي فرصة لمعالجة هذه التركة الثقيلة. سألتك يعني على دوركم في إقناع الصدر للعدول عن قراره. نعم. حتى نعم أختم. نعم. ما عندي وقت. نعم. نعم. ما يخص هذا. نعم. إنه رؤساء العشائر كثيرا منهم طرحوا المبادرات على مجتمعين ومنفردين
وأيضا التقوا بسماحة السيد كثيرا، ولكنه يبدو أنه القرار حاصل بما يخص الانسحاب. شكرا لك. العشائر ورؤساء العشائر يحترمون رؤية السيد واختيارات السيد في هذا الشأن. شكرا لك الشيخ محمد الصيهود النائب عن دولة القانون، شكرا لحضرتك، وكذلك الشكر لك دكتور غالب الدعمي المحلل السياسي، ولكم مشاهدينا الشكر والتقدير والاحترام. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.